past continuous and past simple، الماضي المستمر والماضي البسيط. ممكن إنه نستخدم الماضي البسيط والماضي المستمر في نفس الجملة حتى نبين إنه حدث ما وقع في منتصف حدث آخر. نستخدم الماضي المستمر للحدث الأطول، ونستخدم الماضي البسيط للحدث الأقصر. While I was waiting for the bus, I met my teacher. بينما كنت أنتظر الباص، التقيت مدرسي. الحدث الطويل هو حدث انتظار الباص، وخلينا بزمن الماضي المستمر اللي يتكون من فاعل زائد was aware زائد فعل بصيغة ing. أما الحدث القصير خلينا بزمن الماضي البسيط اللي يتكون من فاعل زائد فعل بصيغة الماضي، أي التصريف الثاني للفعل. ممكن نستخدم أدوات ربط مع هذا النوع من الجمل. نستخدم while أو as قبل جملة الماضي المستمر، سواء جاءت جملة الماضي المستمر في بداية الجملة أو في وسطها. While he was having a shower, somebody knocked at the front door. While اجت بعدها جملة ماضي مستمر فارزة جملة ماضي بسيط. A thief took our clothes while we were swimming. While اجت في منتصف الجملة بعدها ماضي مستمر. الجملة الأولى كانت ماضي بسيط، الجملة الثانية ماضي مستمر. حدث الطويل هي السباحة، حدث القصير هي عملية سرق الملابس. As she was carrying the shopping from the car, my grandmother slipped and broke her ankle. As في بداية الجملة اجت بعدها جملة ماضي مستمر فارزة بعدها ماضي بسيط. نستخدم when أو and قبل جملة الماضي البسيط، سواء جاءت في بداية الجملة أو وسطها. I was thinking about you and then you rang me. أنا كنت أفكر بيك وأنت اتصلت بي. جملة ماضي مستمر and في وسط الجملة بعدها اجت جملة ماضي بسيط. I was sitting in the park when somebody kicked a ball at me. جملة مضارع مستمر when ثم بعدها ماضي بسيط. الحدث الأطول هو عملية الجلوس، الحدث الأقصر عملية ضرب الكرة بي. عندنا في زمن الماضي المستمر فقط نضع not بعد أفعال الكينونة was or were. Luckily, Ali wasn't driving very fast when the child ran into the road. خلينا not بعد فعل الكينونة was لنفي جملة الماضي المستمر. عندنا في زمن الماضي البسيط نضع didn't قبل الفعل وتحويله إلى فعل مجرد. They saw a large snake. هم رأوا أفعى كبيرة، زمن الماضي. عندنا فيها they didn't see a large snake. خلينا didn't قبل الفعل الرئيسي، رجعنا الفعل إلى صيغته الأساسية. So صارت see.